مرحبا بكم أصدقائي، اليوم راح نتحدث إن شاء الله الساعة 10 ليلا بتوقيت بغداد. راح يكون اكو لايف راح نحكي بيه عن شلون أقدم على الفيزا العشوائية أو على الفيزا اللوتري في أمريكا، لأن التقديم انفتح وموجود صار، بحيث بإمكان أي شخص يقدر الآن يدخل للموقع ويقدم. وبدت أيضا الشركات في بغداد أنه تطلب من الناس فلوس حتى تقدم لهم، والناس خطية على لاهيتهم يدفعون فلوس حتى يقدمون، مع العلم أنه التقديم هو مجاني. فكل اللي عليك اليوم راح أسوي لايف، راح أفتح لكم الموقع، راح نملي الفورم أنا وياكم سوية اللي أريده من عندكم. بتروحون تضيفون أصدقائكم، تسوي لهم تاجات هنا، تدزوا لهم الفيديوهات حالا الآن، خاطر يكونون موجودين ويانا اليوم الخميس 16/2022. التقديم انفتح من البارحة، ينتهي إلى يوم 18. من كل البلدان من حقهم يقدمون، يبقى هي بعد الفيزا العشوائية اللي تطلع للفيزا يتواصلون وياه ويروح، سواء كان هو عائلة، سواء كانت عندنا مثلا خواتنا مطلقات، أرملات، عندهم أطفال مثلا، فكلهم بإمكانهم يقدمون. ماكو واحد يقول والله أنا عندي فلان شهادة، واحد يقول أنا ما مخلص شهادة، ولازم يكون عندك جواز سفر. لا حد يجي يقول لي مثلا أو يكتب بالتعليقات أنا ما عندي جواز سفر شلون. وكواي ناس تسألني يقول لي تكاليف السفر علي لو عليهم، هو أنت من دايمين حك الفيزا ودي يقول لك تعال اشتغل يمنا وعيش يمنا، يبقى أنت قاعد تدور وراهم على تكاليف السفر. هي تكاليف السفر شي راد لها، كل اللي عليك تحضرها لها 20 ورقة 30 ورقة، مسألة الطيران توصل إلى أمريكا ومن بعدها تتعلم اللغة تشتغل، وراح تعين نفسك أنت وتشتغل وتدبر أمورك. لا تروح أنه أنت عال على البلد والله ها شلون اشتغل، شلون راح اعيش، من اكل، هم يطوني، هم يصرفون علي، ادري هم على شنو دازين عليك، منو انت بعدين بالاخير. هم دا يدزون دا يمنحون للناس اللي يريدون يعيشون، اللي يريدون يشتغلون، اللي يريدون يطورون من معيشتهم، اللي يريدون يغيرون حالهم، اللي يريدون يحصلون على الجرين كارد، اللي يريدون يحصلون على الجنسيه الامريكيه. فاتمنى من الاشخاص اللي يريدون يقدمون لا انه يكونون غير مثل ما نقول جاهزين، يعني مو والله اقدم يطلع لي اسمي واني اصلا ما رايد اروح للسفر، بس مجرد يعجبني اقدم. خلي هذا المجال لغيرك، للي فعلا محتاج انه يعيش، يريد يطلع برا يشوف حياته، لانه مستقبله معدوم بالبلد اللي هو دا يعيش فيه حاليا، وعنده شهاده ويريد يطور من نفسه. فاسمح له المجال، خلي هو يقدم وهو يروح. اذا انت تشوف نفسك ما تقدر تسافر، اذا تشوف نفسك الغربه صعبة عليك، إذا تشوف ما عندك تكاليف في السفر، إذا تشوف أهلك مراضين عليك تطلع، أنه أكو هواية من البنات يراسلوني والله أنا أهلي ما يقبلون أسافر بس أريد أقدم. لا تحاولين تقدمين تاخذين مكان غيرك، ليش؟ لأنه إذا طلعت لك الفيزا ما راح تروحين، فاتخذتي مكان عائلة أو مكان شخص. فأتمنى من الأصدقاء اللي دي يشوفون هذا الفيديو الآن يكون فعلا جاد، من يريد يقدم يريد يروح يغير حياته، مو تطلع للأوراق وبعدين يكنسل وما يروح. ليش؟ لأنه ضاعت فرصة. هواي ناس دي ينتظرون خطية وقاعدين على نار يريدون يطلعون ويوصلون. هي مثل قرعة الحج، خلي أوصلها فتفكرة لكم، نفس قرعة الحج. قدمون من كل البلدان واللي يطلع اسمه الله يوفقه ويروح يعيش، هاي كل سنة تصير تعرفون، بس ما يقولون شو وقت بيا شهر، يعني مو ثابتة كل سنة تجي بشهر 10 وتنتهي بشهر 11، لا، على غفلة وزارة الخارجية الأمريكية تعلن نقول أنا بفلان فترة أريد، لأنه عندي مثلا نسبة السكان مالتي أو الكثافة السكانية قليلة حاليا، دا أشوف نسبة الوفيات هواية، فلهالسبب هذا يعلنون إنه يريدون ناس يطلبوهم ويدزون عليهم إلى أمريكا حتى يشتغلون، وحتى أيضا ينعمون بعض المناطق اللي بدت مثلا ما نقول سكانها قليلين جدا، فيحطوا لها ناس أكثر، فيسمح لك إنه أنت تطلع. راح تقول لي زين شلون راح يتواصلون وياي؟ راح أقول لك السفارة موجودة بغداد أو بأي مكان، هم راح يتواصلون وياك ويعطوك باقي التفاصيل. اليوم راح أني أفتح لكم الكمبيوتر، راح أعرضها قدامكم، راح أشوفكم شلون أقدم أنا إذا أنا ما عندي لغة إنجليزية، شلون أقدم وأملي المعلومات مالتي وأقدم، وأنتظر عسى ولعل إنه الله يوفقنا وتطلع لي الفيزا وأطلع وأتوكل على الله وأروح وأعيش وأغير حياتي. فاليوم الساعة 10 بتوقيت بغداد بالليل راح أكون لايف وياكم، أشرح لكم على خطوة خطوة باللغة العربية. إذا تحبون تدخلون وياي على التليجرام، أسوي لكم جروب وتحكون وياي صوت وأجاوب على أسئلتكم، أو تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات مال اللايف اللي راح يكون موجود على اليوتيوب، خاطر نجاوب على كل أسئلتكم
ولا تروحون على اي ابو مكتب تقدمون يمه وتدفعون فلوس، لان هو التقديم اصلا مجاني. يحتاج من عندكم صورة مثل ما هي موجودة بالمعاملات، مثل صورة الجواز تكون موجودة بالكمبيوتر أو بالتليفون خاطر ترفعه، لأنه شغلة إلكترونية، الاستمارة مالتك إلكترونية، فورم تطبيق أو أبليكيشن إلكتروني تسجل به معلوماتك وتدزه. هات هو الكمبيوتر راح يسوي جرد وراح يسوي مثل القرعة ويشوف منو راح يختار، وراح يختارون فد عدد كبير كلش يعني. فاحنا نتفائل بالخير إن شاء الله، والله يوفق ويسهل الجميع. كل اللي عليكم تسوي اشتراك، تحط لايك وتفعل جرس الاشتراك، لانه ما راح افتح لايف خاطر اذا انت مهيئ اوراقك، محضر معلوماتك، تعرف انت ايش راح تقدم، راح احكي لك على كل خطوه باللغه العربيه، وهذا اللايف راح يبقى موجود بالقناه يا اصدقائي. فانا انتظر وجودكم. هسه نزلت الفيديو لكم، واتمنى تكتبوا لي بالتعليقات يا اصدقائي. يلا نشوفكم اليوم ان شاء الله الساعة 10 بتوقيت بغداد لايف، نحكي بيها على كل التفاصيل الموجودة في هذا التقديم وشلون اقدم. اخوكم عبد الرحمن، مع السلامة، نشوفكم على خير.